الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، والقرآن كلام الله غير مخلوق. قلنا أول ما ابتدع هذا القول اليهود، وقلنا ما كان غرض اليهود من هذا الابتداع، ما هو غرض اليهود من هذه البدعة، وما هو هدف اليهود. تكلمنا على كلام ده يا جماعة. أيوة، إبطال ما في أيدي المؤمنين من الحجج والأدلة، لأن اليهود قالوا القرآن ليس بكلام الله. معناته أنت تاني ما عندك دليل تقول قال الله تعالى كذا من الحرام أو من الحلال، ما عندك دليل، خلاص. هذا هو غرض اليهود. وأخذ هذه البدعة، أول من أخذها من اليهود من؟ الجعد بن درهم، وكان يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فقتله من؟ خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى. ثم أخذ بعد الجعد بن درهم هذه البدعة من؟ الجهم بن صفوان، فقتله سلم بن أحوز. طيب، ثم اندثرت هذه البدعة وهي القول بخلق القرآن، إلى أن جاء عهد المأمون. والمأمون كان يحب العلم والعلماء، ولكن دخل عليه القول بخلق القرآن وعلم الكلام من بشر ابن غياث المريسي. بشر ابن غياث المريسي، وبشر هذا كان أبوه يهوديا، كان أبوه يهوديا. يعني شوف الشغلة دي كلها مربوطة بشنا يا جماعة؟ كلها مربوطة باليهود، لحد يوم الليلة ده كلام اللي بيقولوه ناس الترابي وناس صادق المهدي وغيرهم، ده كله بدع وضلالات أصلا مش يتعلمها وين؟ من السوربون ومن وين؟ من اليهود برضو بالمناسبة. فالتاريخ يتكرر نفس الأمور ونفس الخطط ونفس البدع. فأدخل بشر هذا على المأمون القول بخلق القرآن وعلم الكلام، وعلم الكلام ده هو أصل البلايا، أصل البلايا كلها هو علم الكلام. ولذلك قال الإمام الشافعي: لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك بالله تعالى أحب إلي من أن يلقى الله بعلم الكلام. الإمام الشافعي قال: لئن يلقى الله العبد، يعني لئن يلقى العبد الله يعني بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بعلم الكلام. وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من تعلم علم الكلام. فأنشأ لهم المأمون دارا يسمى بدار الحكمة. والحكمة دي الليلة دي هي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لكن المسمى ده تعلق به كثير من أهل البدع والضلال، فضللوا به العباد، وهي كلمة حق أرادوا بها باطل. يقول لك مسجد الحكمة، تلقاهم كلهم مبتدعة، شيوخ البيجو وكلهم مجارمة. المهم، فأنشأ لهم المأمون دارا يسمى بدار الحكمة، وكان هذا في آخر عهد المأمون. يعني المأمون من البداية ما بدأ بالكلام، إنما دعا إلى القول بخلق القرآن في آخر عهده في سنة 218 هجرية. واستمرت هذه الفتنة وهي القول بخلق القرآن من 218 هجرية إلى 232 هجرية. يعني كم سنة؟ وين ناس الحسابات؟ 14 سنة. 14 من 218 ل 232 كم؟ 14 سنة. ففي ال 14 سنة دي
كلها عزب فيها الإمام أحمد في عهد ثلاثة حكام: المامون، ثم أخوه المعتصم ابن هارون داخل مع مامون طوالي، ثم الواثق. ثلاثة: المامون والمعتصم وشنو والواثق، ذيل كده بالترتيب. والمامون دعا إلى هذه الفتنة في آخر عهده في سنة 218 قبل ما يموت بشهور، دعا للفتنة دي وهي القول بخلق القرآن، وأنشأ لهؤلاء دار الحكمة لبشر المريسي وأحمد بن أبي دواد وغيرهم من المجرمين والضلال. وكتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن إبراهيم، ده عامل أول المأمون في شنو؟ بغداد. كتب إلى إسحاق بن إبراهيم نائبه في بغداد أن ألزم الناس بخلق بالقول بخلق القرآن، وامتحن العلماء والقضاة والمحدثين أولا، لأنه ده إذا آمنوا بهذه البدعة باقي الناس شنو يا جماعة؟ بيضلوا، لأنه العالم إذا ضل يضل وراءه خلق كثير. ولذلك قال عمر بن الخطاب لزياد بن حدير: أتدري يا زياد ما يهدم الإسلام؟ قال: لا أدري. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الحاكم الجائر. أول شيء قال له بيهدم الإسلام شنو؟ زلة العالم. عشان كده المامون ذكي، كتب لنائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم قال له أول حاجة امتحن لي واشتغل لي في منه؟ في العلماء والمحدثين والقضاة، وألزمهم بالقول بخلق القرآن، لأنه ده إذا آمنوا بهذه الفتنة والبدعة ضل وراءهم خلق كثير، وبالفعل ضل وراءهم خلق كثير. فلما حضرت المامون الوفاة عهد إلى أخيه المعتصم بالخلافة وأمره بامتحان الناس بالقرآن وأن يعتقد ما يعتقده أخوه المامون في القول بخلق القرآن. شوف الناس كيف يتواصوا بالبدع، قال لي أنت حتبقى الحاكم بعدي لكن بس شنو؟ تلزم الناس بالبدعة دي إلزام. وأمره أن يقرب إليه أحمد ابن أبي دواد، قال له ده قرب ليك ولا تفعل شيئا في الحكم حتى تشاوره. وده الليلة شغالين أهل البدع ذاتهم، لو لاحظت الجفري الصوفي المجرم ده دلافي في البلدان وما بيتقرب إلا لشنو؟ إلا للحكام. ما لاحظوا الحتة دي؟ جا هنا جاط البلد وساط وقال غيروا، قال يا جماعة جبهة جي غيروا التوحيد شيلوا من كتاب التربية الإسلامية بتاع الابتدائي، وجاط وعمل جوطة وفات لخبطة، مشى الشيشان برضو جاطة، مشى وين مشى وين، رجل مجرم جدا جدا. وهكذا أهل البدع دائما. شوف عبد الحي يوسف كيف كان بيتقرب لعمر البشير، شفت كيف؟ تقرب للحكومة وتقرب للحكومة لحد ما ربنا فضحه بفضل الله سبحانه وتعالى، فعرفه العامة دون الخاص، كل الناس عرفوه. طيب، فقال له قرب أحمد بن أبي دواد ده، وكان أحمد بن أبي دواد هو يرأس قضاء القضاة، يعني رئيس القضاة يعني عندهم، وهو كان زي المفتي بتاع شنو؟ بتاع البلد كلها، وكلامه هو الماشي حتى على الحكام والسلاطين وعلى الناس. فتصدى لهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقال لهم: القرآن كلام الله غير مخلوق. تصدى لهم طوالي، وده يا جماعة ما في خروج على شنو؟ على الحاكم، لأنه الشيخ بن باز فرق بين مسألتين، دي مسألة دي شوفها انتبهوا ليها، لأنه بيجيبوها لكم الحزبيين تقريبا. فرق قال بين إنكار المنكر الأمر المنكر وبين الإنكار على شنو؟ على الحاكم. الحاكم فعل منكر، ما يجوز تجي في المنبر تقول الحاكم بتاعنا عمل منكر وهذا باطل وقال تعالى وكذا، ما بيجوز. تنصح في شنو؟ في السر. لكن يجوز تنكر شنو؟ بل يجب عليك، مش يجب عليك إذا كان عندك علم تنكر المنكر حتى لو وقع فيه الحاكم. مثلا حاكم قال يا أخي نفتح الربا والربا ما فوق حاجة مثلا، فيجوز أنت تعمل خطب، بل يجب عليك إذا كنت عالم بهذا الأمر عندك علم تقول الربا حرام وهو من الكبائر وقال تعالى، لكن ما تقول الحاكم شنو؟
قال كده. الحاكم قال كده دي بينك وشنو؟ بينك وبين. عرفتوا الفرق يا جماعه؟ طيب، وكذلك مساله اخرى مهمه يلبس بها اهل الضلال على اهل الحق وعلى دعاة الحق، يلبسوا بها عليكم، وهي يجوز الانكار على الحزب ولو كان من الحزب من يحكم، كان عندهم شخص او اشخاص بيحكموا، ولكن لا يجوز الانكار على من حكم ولو كان من الحزب. فهمت الحته دي يا جماعه؟ طيب، عندنا كان المؤتمر الوطني شنو؟ حاكم. نحن يجوز لنا نتكلم في ضلالات المؤتمر الوطني كحزب، لكن ما بيجوز لنا نتكلم في الحكام الحكموا ولو كانوا من المؤتمر شنو؟ الوطني. فرقتوا بين الحته دي يا جماعه؟ لان الامام احمد رحمه الله كان ينكر على المعتزله، وشيخه من؟ المامون اللي هو الحاكم، واحمد بن ابي دواد اللي هو رئيس القضاة، وده برضه بين شنو من الحكام، فكان ينكر على المعتزله ويرد ويقول منهج المعتزله باطل والجهميه باطل. لكن لما نقول له ادعو على المامون او على الحاكم، يقول لو كانت لي دعوه مجابه لدعوت بها لصلاح شنو؟ الحاكم. لكن ده ذاته انها يخضع للمصالح والمفاسد. زول ما يكون زول تجم تمشي جامع الدوك ليو تقوم تخبط الجماعه يشيل يجيب ود البرع يمسك الجامع، فانت ده حكم شرعي. لكن بعد ده في مفاسد في مصالح، الزول شنو؟ حسب المصالح والمفاسد. وليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال وقال في كل وقت وحال كما يقال. طيب، فتصدى لهذه البدعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن قبل الإمام أحمد الإمام أحمد بن نصر الخزاعي تصدى لهذه البدعة في خلافة المعتصم الذي جاء بعد المامون، فقتله الواثق الذي جاء بعد المعتصم وهو أحمد بن نصر الخزاعي، قتله الواثق بيده، مسك السيف ونزل من عرشه وقتلوا بيده، وقطعوا رقبته من جسده، وعلقوا رقبته وصلبوا جسده في خشبة سنين سنين لحد سنة 236 هجرية، معلق رأسه مفصول وجسده مفصول، إلى أن جاء عهد المتوكل على الله وهو جعفر بن المعتصم. أبوه كان شنو؟ كان معتزل يدعو الى الخلق الى خلق القران، الى القول بخلق القران. فجاء هذا الحاكم الصالح، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وارتفعت السنه في زمن المتوكل على الله ارتفاعا عظيما، وقرب الامام احمد ودعاه الى بلده واكرمه واظهر اكرام الامام احمد بن حنبل، وكان لا يعين احدا في الدوله الا بعد مشوره الامام احمد بن حنبل. فعين القاضي اكثم وهو من علماء السنه ومن علماء الاثر والحديث مكان احمد بن ابي دواد، ده الحاكم المتوكل على الله، شال البلاوي دي كلهم جدعهم، شفت كيف؟ و سيطر واستحوذ على ثروة أحمد بن أبي دواد، لأنه كان بنصها من الدولة، كان عنده أموال طائلة زي عبد الحي يوسف، شال لك منه كلها، شفت كيف؟ وحبس ولده سجنه له، وأحمد بن أبي دواد توفي سنة 240 هجرية، شال منه جميع الأموال وعزله، وعين القاضي أكثم وهو من أئمة أهل السنة، وكان تعيينه باختيار أحمد بن حنبل له، أحمد بن حنبل قال له عين ده فعينه. وده فيه جواز يا جماعة، إنه لو في حاكم صالح مثلا سألك قال لك يا أخي فلان ده نشيله ممكن نعين محله، سألك بس استشارك ساكت، وإنت عارف إنه فلان ده مجرم صوفي إخواني سروري بتاع تنصحه، ما تقول والله قطعت عيشه، أقطع عيشه وأقطع أي حاجة أقطعه، فأقول لا ده ما بينفع شيله طوالي جيب ذاك. الإمام أحمد قال له ده شيله، شاله جاءوا محله إمام من أئمة أهل السنة، وأول ما فعله أيضا أنزل رأس أحمد بن نصر الخزاعي من قبيل مصلوب له سنين، وجمع رأسه مع جسده ودفنه في مقابر المسلمين. فجاء بعض الضلال فتبركوا بالخشبة التي ما صوت الله شغالين طوالي، فتبركوا بالخشبة التي كان مصلوبا فيها أحمد بن نصر الخزاعي، تبركوا بها وتمسحوا بها وكذا. فنهاهم
وقال لهم لا تغلوا في البشر. ده الحاكم المتوكل على الله جعفر بن المعتصم قال لهم لا تغلوا في البشر، فنهى هؤلاء الناس وأمر نائبه أن ينهاهم. وكذلك هدم القبة التي كانت على قبر الحسين، كسرها حتة حتة، وهو الحسين ما كان مدفون هناك خلاص، وساوى محل القبر لأنه فاضي، ساواه واتخذ مكانه مزرعة لأنه كان في ناس سكنوا ورحلوا بيتبركوا بالقبر، والقبة فاضية ما في حاجة، الحسين ما في أصلا، فاضية. فكسر وهدمه وعمل مزرعة تحرس استفيد منها الناس، وأمر هذه المنازل والدور بهدمها، أمر بهدمها، وأمر أصحابها أن يرحلوا منها لمدة 3 أيام أقصى مدة، فإذا لم يرحلوا يحبس صاحبه حتى يموت. ده كله لأنه كان بيتبركوا بالقبة دي. ده المتوكل على الله جعفر بن المعتصم رحمه الله تعالى. شقيق بن كثير قال وارتفعت السنة في زمن المتوكل على الله ارتفاعا عظيما. ده كان حاكم صالح جاء بعد هؤلاء، بعد المامون والمعتصم والواثق، لأنه الثلاثة ذي عزبوا الإمام أحمد بن حنبل، فجاء المتوكل على الله فأكرم الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وارتفعت السنة في زمنه، ومنع القول بخلق القرآن ومنع علم الكلام. قال ومن وجدناه يقول بخلق القرآن أو يتعلم علم الكلام أو يتكلم في علم الكلام حبسناه حتى يموت. فانتهى الناس جميعا عن ذلك، وألزم الناس باتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وألزمهم بتعليم الكتاب والسنة، بتعلم الكتاب والسنة، وانتشرت السنة وانمحت هذه البدعة. ولكن تجددت البدعة وهي القول بخلق القرآن في هذا الزمان، واعتقدها الشيعة الزيدية اللي هم موجودين وين؟ في اليمن، ويمكن جزء في السعودية. وديل الآن الأخوان المسلمين بغشوك ولك ديل طبعا يعني ما عندهم حاجة كثيرة يعني ضلال، لا 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 ديل عندهم ضلال كثير، لأنهم بيقولوا بخلق شنو يا جماعة؟ القرآن، وعندهم بدعة ثانية كثيرة وعظيمة جدا. وقال الإمام الصابوني رحمه الله نقلا عن جمع من السلف الصالح أن من قال بخلق القرآن فهو كافر بالله العظيم، حلال الدم والمال، يقتل يستتاب، فإن تاب إلا قتل، ولا يدفن في مغابر المسلمين، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ده عن جمع من السلف، ونصر ذلك الإمام أحمد بن حنبل أيضا، أفتى بالفتوى دي، وأفتى بذلك الإمام الشافعي أن من قال بخلق القرآن فهو كافر بالله العظيم. وقال الإمام مالك القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق يحبس ويضرب حتى يموت. هذه ما بدعة هينة. واعتقد هذه البدعة أيضا قلنا الشيعة الزيدية وأيضا الإباضية وغيرهم من أهل الضلال. أما الأشاعرة والماتريدية فالأشاعرة قالوا القرآن خلقه الله سبحانه وتعالى في محل، خلقه في محل، وهو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. هذا قول من؟ الأشاعرة. عبارة عن كلام الله، يعني أن لله عز وجل كلام، والقرآن كلام الله، ولكن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، يعنون الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما هذا الذي بأيدينا هو عبارة عن كلام الله، تكلم به من؟ عبر، تكلم به جبريل وعبر به جبريل عن المعنى القائم في نفس الله. شفت اللولوة دي؟ لولوة شديدة. أما الماتريدية قالوا القرآن حكاية عن كلام الله. ديل قالوا الأشاعرة قالوا عبارة، وديل قالوا شنو؟ حكاية. عشان كده الألفاظ يا جماعة تتجنبوها، أحيانا قد تجعل لسانك ما تقول عن القرآن وفي قصة فلان وحكاية عن كلام الله أو عبارة، هذه الألفاظ تتجنبها تماما.
طيب، والصحيح أن القرآن كلام الله، لكن الإمام أحمد قال: من قال إن القرآن كلام الله ولم يقل غير مخلوق فهو مبتدع. لازم تقول القرآن شنو؟ كلام الله غير مخلوق. ليه؟ لأنه جو ناس بتاع اللولوة كانوا في البداية من أهل السنة بالمناسبة، فلما جاءت الفتنة بالقول بخلق القرآن وصار العلماء الذين يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق يقتلون ويزجنون ويعذبون، في واحدين من علماء السنة نفسهم في الوقت ذاك في زمن الإمام أحمد بن حنبل قالوا نجيب قول وسط ننجوه من الصوت من السجن ومن القتل، وفي نفس الوقت ظنوا إنه ما بيقعوا به في ضلال مبين. فقالوا لما قالوا القرآن مخلوق أم غير مخلوق، لأنه كانوا بيمتحنوا الناس، حتى حكى محمد المهدي ابن الواثق ابن الواثق الحاكم اللي هو جبعة شنو المعتصم، حكى قال أن شيخا دخل على أبي اللي هو الحاكم الواثق فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال الواثق: لا سلم الله عليك. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، بئس ما علمك مؤدبك. ده الرجل قال كذا. فإن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلا حييتني يا أمير المؤمنين بأحسن منها ولا رددتها، بئس ما علمك مؤدبك. فقال أحمد بن أبي دؤاد، كان قاعد طبعا ده قاعد طوالي لصق جنب الحاكم، فقال الرجل المتكلم: يا أمير المؤمنين. فقال الواثق: ناظره. قال: ناظره. فقال أحمد بن أبي دؤاد، لأنه ده كان موضوعهم كله كله موضوع، قال: يا شيخ، القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ موضوع غير ده ما عنده، كان بيمتحنوا بيزه. فقال الشيخ: لم تنصفني المسألة لي. قال: السؤال أنا اللي بسأل، ما أنت اللي بتسأل. وكان ذكي في المناظرة. فقال: سل. فقال: هذا الذي تقوله، السؤال اللي بتكرره للناس طوال: القرآن مخلوق ولا ما مخلوق، مخلوق ولا مخلوق، أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد، رئيس القضاة يا جماعة، يعني معتبر أنه أعلم زول الجهل المعه. فقال ابن أبي دؤاد: ما علموه. يعني لو قال علموه كان يقول: أجيب الدليل، وين الرسول كان بيسأل الناس السؤال ده، مخلوق ولا ما مخلوق القرآن؟ قال: ما علموه. قال: سبحان الله، علمت شيئا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. قال: فخجل ابن أبي دؤاد وسكت. ده رئيس القضاة، شوف خجل وكيف سكت. فقال: أقلني. بعد ما خجل وسكت بدل ما يتوب، ثاني شيطان جاء وقال: أقلني، يعني خليني من السؤال ده. قال: أقلتك. الشيخ ذاك البناظر قال: خلاص خليتك من السؤال ده. قال له الشيخ: قال ابن أبي دؤاد: بل علموه. الرسول أبو بكر عمر علموا السؤال ده. قال: علموه. وما قال علموه، هل تكلموا عنه أم لم أم سكتوا عنه؟ لأنه ذاك لو قال يتكلم هيقول له: جيب شنو؟ جيب الدليل، ما عنده دليل. قال: سكتوا عنه. قال: أما يسعك ما وسعهم؟ هم سكتوا، أنت ليه ما تسكت؟ فدخل الواثق وضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يردد: أما وسعك ما وسعهم، وترك قول ابن أبي دؤاد واحتقره، وأعطى هذا الشيخ 400 دينار ورحلوا إلى بلاده. فكانوا طوال شغالين في الشغلة دي. فلذلك الإمام أحمد قفل هذا الباب، لأن العلماء حتى من بعض أهل السنة في الوقت ذاك جابوا قول وسط، قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، عشان يحلوا نفسهم من الامتحان ده ويترتب عليه العذاب والسجن والعقاب وكذا. قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق. فرد عليهم الإمام أحمد بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: ممن يسمع؟ يعني حتى لو
القارئ لفظ بلفظه في النهاية القرآن اللي قاله بلفظه ده في النهاية يبقى شنو؟ كلام الله. لأنه قال حتى يسمع كلام الله ممن يسمع؟ ممن يسمع؟ بيصح بيسمع من القارئ، لكن بعد ما سمعه من القارئ برضو ربنا سماه شنو؟ حتى يسمع كلام الله، برضو ربنا سمى كلام الله بعد ما تسمع من القارئ، لسه اسمه كلام الله، عشان ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فلذلك قال إمام أحمد: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق نقل الصابوني عن بعض السلف أن من قال ذلك كافر، وأن من قال ذلك مبتدع. بل قال الإمام أحمد: من قال، يرحمك الله، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أدري مخلوق أم غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والأخيرة دي ليه طيب؟ اللي بيقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، الإمام أحمد قال برضو مبتدع، والصابوني نقل الكلام ده ليه؟ دي اللي بيعرفها عنده كتاب جائزة نجيبه له وما سبت. لا دارين كلام، لأنه دي فيها كتاب، دارين كلام كامل، ما دارين كلام نص صح ونص غلط. أيوة فهمتوا السؤال؟ كده السؤال شنو؟ طيب نحن عرفنا أنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق ده باطل، مش كده؟ من قال القرآن مخلوق ده باطل. اللي بيقول لفظي بالقرآن غير مخلوق قالوا ده برضو مبتدع، ونقلوا الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث. ولا خليكم تبحثوا فيها عشان ما تضيعوا الجائزة، إذا جاوبوا منكم ثلاثة وطلع غلط الجائزة ضاعت، إذا سكتوا قلتوا تبحثوا تجوا الأسبوع الجاي الجائزة موجودة. نجرب اثنين. طيب هاي وضع الكلام محتمل أشياء. طيب ده نص الإجابة، والنص ما بنقدر نقسم الكتاب نص. طيب ها دي نص الإجابة. أيوة في سبب تاني، نص تاني. أيوة النص الأول الكلام محتمل، لا دي ما قالوه. أها النص الثاني إنه المفروض يقول كلام الله دي عندك يقول لا 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 لا. أيوة يقصد بأنه هو بشر مخلوق وكلامه كلامه هو كلامه. لا لا خلاص كده ثلاثة ضاعت عليكم الجائزة. الإجابة يا جماعة قالوا السبب الثاني، وده سبب مهم جدا. قالوا لأن هذا اللفظ وهذه الجملة لم ترد عن السلف أصلا، ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن الأئمة. لا قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لا قالوا لفظي بالقرآن غير شنو مخلوق، فدي كلها لولوة، خلاص كلها لولوة. ولأنه محتمل زي ما قال وضاح. وفي سبب ثالث قالوا لأن هذا ذريعة كانت للجهمية والمعتزلة لأن يقولوا بخلق القرآن، يعني ده كان سلم بيركبوا فيه، وفي النهاية بيقولوا القرآن شنو مخلوق. نعم نقف لحدينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مرة جاء يبدأ من القرآن، من القرآن نفسه. لا لا بخاري ما قال بخلق القرآن، بل البخاري أول من ألف في الرد على القول بخلق القرآن، ألف كتاب خلق أفعال العباد ردا على هذا القول. كيف يكون هو قال به؟ هو أول من ألف مصنف الموضوع، أول من ألف، كما قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى.